لانه زي ما سمعنا شغلانة الاخراج فيها قدر كبير جدا من الابداع، قدر كبير جدا من الفن، الا ان الامر زيها زي اي شغلانة تانية لا يخلو من قدر ساعات من الكدبات. انا ما عنديش هزار، عارفين الشخطة بتاعت اول السنة دي؟ حد فاكرها؟ واحدة تانية مشهورة جدا جدا لما يقول لك انا واخد منه لبيتي، دي جملة لذيذة كده بتتقال عشان يعمل روح ألفة يعني، ويقول لك إن أنا مش عايزز عليك حاجة ومديك أغلى ما عندي، ودي حاجة حلوة أنا جايبها كمان لنفسي. كذبة التالتة واللي موجودة في المجتمعات اللي فيها ثقافة أقل، إنه الدجل ممكن يكون حل. من الحاجات المنتشرة جداً إن الواحد يبقى عنده مشكلة نفسية فيقولوا له ده ممسوس، ده محتاج يروح عند شيخ او قسيس، لكنه هو ما عندوش حاجه ما تقلقش وديه كده بس امسوس، والحقيقه محتاج بس يروح العياده. هيقول لك اصل احنا بنجيب الخامات من بره، وفعلا الحته دي فيها جزء من الحقيقه، اي خامات موجوده من بره البلد بتبقى باضعاف الثمن، لكن مش دايما بتبقى انت محتاج اصلا الخامات من بره، وانت لو ما عندكش عقده الخواجه ممكن تفاصل شويه في الحته دي وتستخدم خامات محليه وتبقى شجعت الصناعه المحليه على الاقل. الكذبة الخامسة لما تسمع في أي عيادات تجميل كلمة هيقضي على مشاكل أي حاجة نهائياً، مفيش حاجة بتقضي على مشاكل حاجة نهائياً. طبعاً التجميل بيحسن الأثر وبيحتاج مرات كتير جداً في المتابعة، لكن مفيش حاجة اسمها أبداً نهائياً دي. خلي عنك، خلي دي واحدة من كلاسيكيات البيع في مصر، كذبة لذيذة كده إحنا متعودين عليها وعارفين إنها مش بجد، لكن هي لذيذة بنحب نسمعها وهو كمان بيحب يقولها. الكذبة السابعة، شركات السياحة رأس مالها كبير. الحقيقة دي كل الناس فاكرة كده، لكن الحقيقة إنه ممكن تبتدي شركة سياحة برأس مال معقول والأمور بتمشي واحدة واحدة، لكن مش شرط أبداً يكون عندك رأس مال كبير، هي في الأصل تقديم خدمة. أحياناً هيقول لك الصفحة فيها مشكلة تقنية، دي بتتقال لما حد يبقى عمل غلطة لكن لسه مش عارف يحلها، فبيقول لك إن فيسبوك فيه تكنيكال إيشو. دايماً الكلام لما بيتقال بالإنجليش بيبان مهم يعني، مش عارفة ليه بس هي بتتقال. الكذبة التاسعة، لازم يقنعك إنه حافظ الكلام ده كله، هو بيحاول يقنعك إن الكلام العظيم ده كله يا إما من دماغه هو شخصياً، لا والأكتر إنك تعتقد إنه بيرتجله، والحقيقة إن الارتجال مهارة موجودة عند عدد قليل جداً من المذيعين، لكن في الأغلب هو بيقرأ كلام متحضر ومعد جيدا من جهاز لذيذ بيساعد على اني افتكر كل الافكار دي، لان مفيش حد فينا يعرف يرتب ذهنه في كلام طويل كده لوقت طويل. الاسطوره العشرة، انه هيسلم في ميعاد البلان. تسليم في الميعاد اللي بيتمضي عليه في العقد ده مخاطره غالبا غير محسومه وغير محسوبه في معظم الوقت. في العادي ربنا يسهل له ويسهل لك، لكن هو لو كل الامور مشيت كويسه يا رب تستلم في الميعاد. تعالوا نشوف بقى أشهر 10 تحديات في شغلانة دكتور التجميل. واحد من التحديات دي هو الصورة الذهنية عن الطب النفسي. إقناع كل اللي حواليك إن زيارتك مش وصمة، وإنك كطبيب هم محتاجين لك، وإنه محتاج يروح لك العيادة مش يحكي لك قصته وهو واقف معاك في السوبر ماركت أو في الشارع. التحدي التاني هو المظهر. من أهم الحاجات اللي مفروض تكون موجودة في موظف المبيعات هي مظهره. التحدي الثالث لأي حد بيشتغل في المجال ده طبعاً الأجازات. في ناس كده معروف إن هي الأجازات دي بالنسبة لها هي موسم الشغل، فاللي بيشتغل في السياحة هو ما عندوش فكرة إنه يقضي العيد مع أهله أو إنه هياخد الأجازات في المواعيد الطبيعية للناس اللي بتاخد الأجازات. التحدي الرابع، بجد إتقان اللغات. زيها زي أي شغلانة أو وظيفة في الدنيا، إتقان اللغات بقت حاجة مطلوبة من كل الناس، لكن المذيع مطلوب منه بشكل أكبر إنه يبقى بيتقن أكتر من لغة. وبعض الناس هتقول لك ما هو بيتكلم عربي يتقن لغات ليه؟ بس إتقان اللغات في حياة المذيع مش بس عشان الحوارات، لكن كمان عشان يقدر يتحرك ويدور ويذاكر تفاصيل كتير أعتقد مصادرها لازم تكون بلغات تانية. التحدي الخامس، مراجعة المحتوى. الناس اللي بتشتغل مظبوط والشركات اللي بتعمل خطة تسويقية مظبوطة بتعمل المحتوى وبتبعته للعميل علشان يراجعه، وبعدين العميل يقول يلا تمام اشتغلوا. أول ما الحاجة تنزل على السوشيال ميديا بيجي لهم المكالمة الشهيرة بتاعت لا الكلام ده مش مظبوط، أنا مراجعتوش. ففي الغالب هو ما بيشوفش الكامبين حصل أصلا، معايا ناس هنا جامدين جدا هو ما شافش أصلا المحتوى لكن شافه لما نزل على الصفحة، فنرجع نبتدي نتعامل مع الموقف ده تاني. المدرس اللي بيغضب، الغضب واحدة من تحديات المدرس، لأنه في بعض الأحيان
عنده تحدي انه يتمالك نفسه قدام استفزاز طالب او رد مش مظبوط او طريقه مش مناسبه ليه. هو في النهايه انسان يقدر يمسك غضبه، ده تحدي حقيقي. التحدي السابع السوشيال ميديا. تخيل كده تبقى عندك شويه مهارات وكتير من الخبرات، وتلاقي انه على مواقع التواصل الاجتماعي هي واحده من الحاجات اللي صعبت الشغلانه شويه، لانه في ناس زي انفلونسرز او غير متخصصين واخدين الديكور وحلول التجميل كشغلانة جانبية وبيشرحوا للناس وبيسهلوها أحياناً على الناس، لكن بيصعبوها طبعاً على المهندس المتخصص. التحدي الثامن، المخرج بيعتبر هو رب العمل وهو الشخص المسؤول مسؤولية كاملة عن كل حاجة غلط بتحصل، وكمان طبعاً بيرجع له الفضل وقت النجاح، لكن هو من غيره فعلاً مش هيبقى فيه صورة كاملة من أي حاجة من الحاجات اللي احنا بنشوفها على الشاشة. التحدي التاسع في مهنة الجواهرجي هو الرقمنة. كل حاجة دلوقتي بتتحول للرقمنة، يعني بتبقى ديجيتال. فتخيل كده إنه التاجر القديم بشكله القديم هو قاعد في محله ومستني الناس تجيله، في دلوقتي أجيال كاملة حتى المجوهرات والفضة والذهب بيشتروها أونلاين. لو ما اتطورش وبقى جزء من السوق الجديد ده، هو في الغالب بيبعد كتير. التحدي العاشر، تحدي غريب شوية بس هو مطلوب منه إنه يتخلى عن اللوجيك. المبرمج كل دماغه بتشتغل بشكل إنه يعمل لوجيك، إنه يحل مشاكل. ففكرة اللوجيك أو المنطق هي بتدور في ذهنه طول اليوم، فكل حاجة بيحاول يحط لها منطق. حاجة مرهقة قوي. لما بيزهق من البرمجة ويعيش كده زي الناس العاديين بيحاول يحط لوجيك لكل حاجة عادية، وانتوا عارفين طبعاً الواقع مفهوش أي منطق، فبيتعب طول الوقت. كل التحية لكل المبرمجين اللي نعرفهم اللي حقيقي بيعملوا شغل عالي.